هذا الرجل هو برايان بورني، مليونير بريطاني سابق ومقاول معروف، ضحى بكل ثروته من أجل علاج زوجته، وبعد أن شفيت من المرض طلبت الطلاق منه. بدأت القصة حينما أصيبت الزوجة شارلي بسرطان الثدي. أنفق زوجها برايان الكثير من الأموال على علاجها. باع الزوج الغني قصره الفخم ب21 مليون دولار أمريكي، كما باع فندقا راقيا ومنتجعا صحيا شهيرا كان يملكه، وتبرع بكل ممتلكاته لمراكز الأبحاث الطبية المختصة بالبحث عن دواء لمرض السرطان. شفيت الزوجة من السرطان وخرجت من المستشفى وعاشت معه في شقة صغيرة. بعد 4 سنوات طلبت الطلاق لأنها لم تعد تحتمل العيش في بيت صغير كما تقول. كذلك اتهمت زوجها بتبديد أمواله على أعمال الخير وأنه لازال يساعد مرضى السرطان برغم شفائها. وتضيف الزوجة في شكواها من زوجها أن برايان أصيب بإدمان أعمال الخير وأسس جمعية خيرية لمعالجة مرضى السرطان ويقضي وقتا طويلا بجمع التبرعات وإطلاق حملات لمساندة المرضى. وتقول شارلي إنه أهمل تأمين مستقبل أولادهما الثلاثة. أجاب برايان أن عمله للخير يهدف لبناء مجتمع متعاون وأنه مستعد لعمل الخير أيضا رغم أنه خسر زوجته التي يحب. انقسم الأبناء بدورهم بين مؤيد للأب ومؤيد للأم، ولكنهم أبدوا احتراما كبيرا لمجهودات والدهم، خصوصا وأن إحدى حملاته حققت رضا الناس، وهي تخصيص حافلات كانوا يملكونها لنقل مرضى السرطان إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكيماوي اليومي. شاركنا مع من تقف، برايان أم زوجته؟